تلألأت أضواء من الأخضر والبنفسجي والوردي والأصفر في سماء شمال فنلندا فجر الجمعة 8 سبتمبر أيلول ضمن ظاهرة شفق مدهشة. نشرت المجلة السياحية All About Lapland فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي لعرض الأضواء التي شوهدت من بالاس في منطقة مونيو، وقالت أنها نادرا ما شاهدت شيئا بهذا الحجم. يحدث الشفق الشمالي نتيجة تصادم بين جزيئات مشحونة من الشمس عند دخولها الغلاف الجوي للأرض، وكانت عاصفة مغناطيسية قوية وراء حدوث تلك الظاهرة. بذلك قد انتهت الحلقة، لكن لا تنسوا دعمنا من خلال الاشتراك في القناة وتفعيل جرس الإشعارات لمشاهدة الحلقات الجديدة أولا بأول.